في إطار تجاوز جديد للإدارة الأمريكية للقانون الدولي، جدد الاتحاد الأوروبي التزامه الثابت بالشرعية والمواثيق الدولية التي تجمع على خيار حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن جوزيف بوريل في بيان باسم الاتحاد عقب إعلان ترامب صفقة القرن إن الاتحاد يسعى لإحياء الجهود الدولية الرامية لتحقيق حل سياسي تتفق عليه جميع الأطراف. نحن لا نثق في خطة الرئيس ترامب، وأعتقد أنه يجب علينا أن نرسل إشارة واضحة جدا من أوروبا ومن بلجيكا قلب عاصمة أوروبا إلى الولايات المتحدة وللرئيس ترامب بأنه قد تم تجاوز الخطوط الحمراء، ويجب علينا الآن إشراك الجميع في عملية السلام لتحقيق السلام في المنطقة. مواقف الاتحاد الأوروبي الثابتة تجاه حل الدولتين والتي عبر عنها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال اتصاله الهاتفي بالسيد الرئيس محمود عباس لتنسيق مواقف دول الاتحاد الأوروبي وإصدار موقف يمثل الاتحاد في ظل محاولات الإدارة الأمريكية المخالفة للشرعية الدولية والتي تقدم الأراضي الفلسطينية وتتجاهل حقوق الفلسطينيين. This is not a realistic two states. هذا ليس حلا واقعيا على أساس حل الدولتين. هذه خطة مقترحة لدولة عنصرية تتجاوز حقوق الفلسطينيين والتي تضفي الشرعية على جميع المستوطنات وضم غور الأردن، ولا يوجد بها أي أفق لدولة فلسطينية حقيقية. هذه الخطة هي خرق واضح للقانون الدولي، والإدارة الأمريكية الحالية لم تعد لديها مصداقية أو نزاهة فيما يتعلق بالشرق الأوسط وخطة السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. Je vis en Belgique, donc je souhaite que mon gouvernement, futur gouvernement au niveau fédéral, puisse reconnaître. يجب الحفاظ دائما على وحدة الدول الأوروبية قبل المصالح الخاصة. هناك مخاطر في عدم اكتمال المفاوضات مع بريطانيا في 11 الشهر القادم وعدم طلب تمديدها من لندن. لذلك نحن مستعدون لجميع السيناريوهات المحتملة. الاتحاد الأوروبي أكد من جديد استعداده للعمل من أجل استئناف عملية مفاوضات ذات مغزى لحل جميع قضايا الوضع الدائم وتحقيق سلام عادل ودائم. قرارات أمريكية عدوانية منحازة تضع المجتمع الدولي في اختبار حقيقي أمام تحدي ترامب للشرعية الدولية وقوانينها. من عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، مسلم البريم، تلفزيون.